من مقر شركة بايدانس الشركة المالكة لتيك توك، قرار حاسم بعد شهرين من قانون يفضي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة. تيك توك تتحدى القرار الأمريكي بالقضاء والقانون، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لمواجهة حظر التطبيق في الولايات المتحدة. التصميم على قرار إغلاق التطبيق غير قانوني ولا دستوري، هكذا تبرر الشركة هنا لجوئها للقضاء في محاولة للطعن في قانون يجبر شركة بايدانس إما على بيع حصتها في تيك توك في غضون 9 أشهر أو حظر التطبيق تماماً. تقول الشركة إن القضاء بات طريقها الوحيد بعد جدال طويل لمواجهة الحظر، لكنه لم يثمر عن شيء. جادلت الشركة بأن القرار سيخنق حرية التعبير ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة المستفيدين اقتصادياً من المنصة، وأيضاً أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من شركة أوراكل الأمريكية، ورغم ذلك لم يتفادى التطبيق تداعيات قرار الحظر.